من قلب العاصمة السعودية الرياض، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كورة من الموسم 13 على خليجية، مع تركي العجمة. لا 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 تعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج كورة على قناة خليجية، فعدكم اليوم الذي نناقش فيه أحداث الكرة السعودية. نبدأ بعناوين الحلقة. بعد 235 يوما مركز التحكيم الرياضي يغلق ملف محمد كنو. الهلال يستغرب توقيت القرار ويؤكد حفظ حقوق النادي على كافة الأصعدة. خمس فترات توقف تصعب موقف الأندية في جدولة المعسكرات. في الجولة الثانية من دوري روشن، الهلال يستضيف الفيحاء في استاد الأمير فيصل بن فهد. الباطن ينشد الاتزان في مواجهة ضيفه الفتح. الأهلي في دوري يلو، تعادل في أول المواجهات وخسارة أمام الأخدود. وزارة الرياضة تحقق شهادة الاعتماد ISO الخاصة بتقنية المعلومات. هذه عناوين الحلقة. اسمحوا لي في البداية نرحب بضيفنا الكرام معنا في الاستوديو بركان طارق كيال، أهلا وسهلا. اهلا بك، مسي عليك ابو جود ومسي على الزملاء ابو نايف وابو فيصل، واحييهم ان شاء الله نقدم حلقه ممتعه يستفيد منها ان شاء الله المشاهد. ابو نايف اهلا وسهلا فيك. يا هلا ويا مرحبا فيك وفي الاخوه المشاهدين وفي العزيز الكريم ابو ركان وفي الغالب ابو فيصل. ابو فيصل هلا وسهلا. يا هلا وسهلا فيك. هلا ومرحبا. جايين للاستديو نبغى نتكلم عن نهاية قضية كنو، وبتكلم عن مباريات لحت اللعب، وبتكلم عن يعني عدد من المواضيع المهمة. لكن الأهلي عنده قدرة عجيبة أنه يتصدر المشهد، يعني تقول له وخر شوي يقول لك لا لا يا أخوي تعال طالع فيني أنا يا حبيبي خليك هنا يا ابن الحلال واستهدي بالله، يقول لك لا وين رايح حط الكاميرا علي وطالع فيني أنا، يعني على قولتهم ما بقالي قلب يشفع لك خطية. هذا الأهلي زيد المواجع فسود زيدها والله يا ابو راكان، ما ابغى ازيد عليك المواجع بس يا جماعه الخير شوفوا هالبدايات احنا نعرف نهايتها وشفناها العام، وتقريبا يعني على ثالث جوله احنا كنا نقول يا الاهلاويين في جرس خطر انتبهوا وما انتبهوا، وبعدين عاد صار اللي صار والأهلي الحين في الدرجة الأولى من 6 نقاط في جولتين. الأهلي أخذ له واحدة واحدة عمية بعد، يعني نقطة كذا ما أدري شلون جات. واليوم اللي شفناه خلنا بعلمكم أنا وش صار فيني أنا شخصيا، والله العظيم أنا ما كذب في هذا الأمر، أنا قعدت قدام التلفزيون والصوت موطر هنا في غرفة التحليل مسكرين الصوت وأشوف الفريقين، في الفريق الابيض مستحوذ على الكوره، انا في ظني ان ده الاهلي. والله وانا كذلك، انا في ظني ان ده الاهلي اللي ميت على المباراه يبيها. طالع قالوا لي الشباب عايز يقول لي لا تركي ترى الاهلي الثانيين اللي قاعدين يلاحقون في الملعب. خلينا نشوف التقرير ونفتح موضوع الاهلي. عندما وقعت الكارثة نهاية شهر يوليو الماضي بمغادرة فريق النادي الأهلي لموقعه مع الكبار، عم الحزن المدرجات الخضراء وعاشت جماهير قلعة الكؤوس لحظات عصيبة وحالة من الذهول لما آل له حال الفريق الكبير. بدأ موسم دوري يلو للدرجة الأولى
واعتقد الجميع أن الأهلي لن يجد صعوبة في تحقيق الانتصارات وحصد النقاط ليعود لمكانه في أسرع وقت. المواجهة الأولى، الأهلي يستضيف القيصوم في جدة. التوقعات تؤكد فوزاً سهلاً للأهلي، تقدم رغم النقص، لكن الواقع ينهي كل شيء بتعادل أشبه بالخسارة. موجة غضب عارمة ومطالبات بإقالة الإدارة. الجولة الثانية، الأهلي يغادر لنجران للقاء الأخدود، مباراة لم يقدم فيها الفريق أي جديد، فتلقت شباكه هدفاً في الشوط الأول وآخر في الشوط الثاني، والمحصلة نقطة من مبارتين جعلت الأهلي في موقع متأخر في سلم الترتيب. صحيح أننا لازلنا في البداية، إلا أن المؤشرات الفنية تؤكد صعوبة الوضع في الأهلي، فالفريق بحاجة لعمل كبير جداً ليسلك المسار الصحيح الذي يقوده للعودة لمقارعة الكبار مجدداً. أنا ما حسألك عن اللي راح، لأن اللي راح كلنا شايفينه، أنت كيف شايف اللي جاي؟ والله اللي جاي شكله أسوأ من اللي راح. أبو جود، أنا قاعد أتفرج المباراة وأنا خايف إنها، يعني الشوط الأول كان أقل شيء 3-0 للأخدود، فريق تايه، يدل إنه مدرب تايه، لعيبة تايهين، إدارة تايهة. هذا مو الأهلي، ما بقي شيء من الأهلي اللي شفته، ما بقي شيء من الأهلي، لا في حماس، لا في قتالية، لا. يعني أنت لو تلاحظت إنه الدوري يلو له أسلوب لعب يختلف عن دوري روشن، تستحوذ ما تستحوذ هذا كلام فاضي. فريق الأخدود مسك الملعب، كل لاعب عارف إيش بيسوي، في تكفيل، ما لقى فرصة الأهلي واحدة ما لقاها قدام الدفاع اللي متمركز بطريقة. أي لاعب وسط تايه، ما في وسط، وسط مسيطر عليه الفريق الأخدود، فريق البرازيلي، اللاعب البرازيلي يسرح ويمرح في وسط الملعب. وجدنا إنه كل ما لاعب أهلاوي تيجي الكرة عنده اثنين معه، مو واحد اثنين، ما في مساحة يتحركوا فيها. هذا شغل مدرب، احنا مدربنا. يعني الجول اللي جاء في الأهلي في الشوط الأول من ضربة ركنية، هذه تكتيك مدرب، تدريب مدرب، ما هو تكتيك لاعب. لاعب كرة في منطقة فاضية، دفاع متكتل في منطقة غلط، تمركز غلط، أسلوب لعب غلط، حط الكرة بوسطهم هم يتفرجوا عليهم كلهم، ما في أي واحد. كأنه شو ضربة جزاء، والله أسهل من ضربة الجزاء لعبها. فمعناته نحن جايبين مدرب للأسف، يا يعني إنه أنا ما أقدر أقول مدرب، هو مدرب، ولكن ما أقدر أقول إنه عنده فكر ولا عنده حظ. يا أخي ولا مباراة، ما واحدة مباراة من 9 مباريات فاز واحدة مباراة. فمعناته الاختيار خطأ، لما يكون الاختيار خطأ النتيجة تطلع سيئة. خلينا نتكلم عناصر في الأهلي، ما عاد شفت أنا في عنصر حتى خبرة. أبو ركان، أنا ما تخاف أنت كثر الكلام، الإدارة والمدرب، إدارة والمدرب، إدارة، يخلي اللاعبين مريحين، يعني شايلها المدرب، وخلي اللاعب، ومبادرات اللاعبين، وخلي اللاعب عشان يرتاحوا، غيروا اللاعب كله، شالوا الأركان الأساس حق الأهلي. هد اللي بيشتغل لازم يبني الأركان من جديد. أنت ما عندك لاعب خبرة إلا ياسر المسيليم حارس المرمى، البقية كلهم هذول موجودين يعني. أوكي، قول تفرج على الأجانب حق الأهلي، تفرج على أجانب نجران، نجران البرازيلي والتونسي والغاني، سووا اللي ما يسويه أجانب في ممتاز. بعض الفرق الأهلي لو في الممتاز كان أجانبه ما سووه. للأسف جايب عندك اثنين مصابين، جايب حارس مصاب، جايب لاعب مصاب، جايب العبدلي هذا
الآن المستشار الفني على ما سمعت إنه يقول هذا لازم يمشي ما عنده إمكانيات. طبعا المستشار الفني اللي عينه يانغ البلجيكي اللي كان في المنتخبات، هذه كلها فلوس تهدرت، اختيار سيء. إيش تتوقع؟ هذا يدل فكر اللي اختار فكره عمره ما لعب كرة قدم حتى اختار هذه العينات. انت تجيب ساعدك ولا اللاعب السعودي اللي ساعد الاجنبي؟ تجيب لاعب شيل الفريق، يعني الفريق الاجنبي شايلونه مين؟ الثلاث اللاعب الاجانب والاربع اللاعب الاجانب اللي عنده شالوا الفريق، خطوره وانفرادات و... اعطيني حل، اعطيني قرارين ثلاثه ممكن. والله العظيم اعطيني ثلاثه، شوف اعطيني ثلاث اشياء ممكن تغير الاهلي بسرعه. ثلاث اشياء، ثلاث اشياء. نمبر 1 اداره تمشي. طيب اثنين، وهذه نحن بنطالب فيها الاهلاويين. طيب اثنين، اثنين مدرب يمشي. يمشي ثلاثه مدرب يمشي. الان المشكله انه حتى الان ما تقدر تجيب عناصر الان لانه الفتره فاضله. طيب الاسبوع الاداره تمشي يعني. المدرب يمشي رقم ثلاثه، ثلاثه خلاص تبدا تبني فريق، تغير اسلوب لعبك في درجه اولى عن فريق عن الطريق الممتاز. طيب بدون هالثلاثه انت شايف الاهلي مصعد؟ ما حيصعد. الفرق في درجه اولى بيعملوا تكفيل تكتل، صراع عندهم مهاجمين صراع، كور مرتده. طيب. انفرادات بيسجلوا ويقفلوا، ما في. اذا ما تلعب بالاسلوب هذا عمرك ما تعدي فريق درجه اولى. ابو نايف، الاهلي في خطر ولا نحن قاعدين نبالغ بصراحه؟ لا والله، شوف اللي شفناه المباراه الماضيه والمباراه هذه، يعني يقولون انها الان خلاص مقبل على ازمه. يعني اللي قاعد يصير مقبل ولا هو اصلا في الازمه يا ابو؟ لا لا لا، مقبل. انا لما اتكلم مقبل ولا هو في ازمه؟ شوف اسمعني، انا لما اتكلم عن ازمه في درجه اولى معناها انه رايح للطريق المنحدره. انت لما تجيب فريق ومجموعه العناصر الموجوده معاه، وانا اعتبرهم يعني اللاعبين الذين رضوا بالواقع اللي هم موجودين فيه، يعني خلينا نقول اللاعبين اللي هبط الاهلي قفزوا من السفينه، وانت اصلا ما استعديت، يعني كانهم متفاجئ او ان الاداره جالسين يديرون الاهلي مستسهلين الدرجه الاولى. هم على بالهم بالشعار الاهلي وبقيمه الاهلي راح يرجعون، وما يدرون ان الوضع في الدرجه الاولى لا، كل واحد ماسك الثاني رمال متحركه. ما ابدا. انت تشوف اللاعبين في نادي الاهلي لما تعد حتى الاسامي تقول مثلا مع احترامي لهم يعني ما في لاعب ممكن يطلعك، يعني تروح للجهه اليسار تلقى ابراهيم الزبيدي لف على اكثر من نادي، تروح لم الحمد، تروح عبد الباسط هندي لاعب صغير، خلينا نقول على نقول لاعب اولمبي ما كان لعب كثير، تروح لعلي مجرشي، تروح للافريقي هذا، تروح للمقن، لاعبين ما تقول انهم ممكن، يعني هم كثر الله خيرهم. ولكن اللي قاعد يصير الحمل اكبر جدا. لا وبعدين انت الحين لما تشوف مثلا الهدف الاول ضد القيسومه خطا فرد، تشوف الهدف الثاني نفس الحكايه. انا ابغى افهم انت في درجه اولى وانت جالس تنفذ افكار يا مدرب الاهلي على لاعبين امكانياتهم اقل، تستغرب انا كيف قاعد يصير. يعني ترى على فكره نادي الخدود لاعب خمسه اجانب، انت لاعب باثنين اجانب واجانب مش كاملين، يعني الاهلي داخل درجه اولى بدون اجانب، اي وين كلام نهايه الموسم؟ اي استعداد هذا يسمى؟ اي استعداد؟ فلذلك يعني انت قاعد تقول تتاسى على الاهلي بصراحه. انت هنا في فتره تتاسى، الوحيد اللي ربحان الان درجه اولى النادي الاهلي موجود فيها. يعني بالله تتخيل الحين درجه يلو ما شاء الله، استوديوهات وجماهير وزخم، ترى الاهلي قاعد يشغل هالدوري هذا. فانت الاهلي اذا ما قعدت خمس جولات عشر جولات خلاص راح ينفلت الاهلي، ما راح تمسكه. لذلك انا اتمنى من رجالات الاهلي يجوا لجنه اداره ازمه، يعني خليهم موجودين الاخوان اللي موجودين هذولي، بس خلوكم على جنب واحنا راح ندير الازمه لجنه. احنا راح يعني الاهلي الان امانه في يد رجالات الاهلي، اتركوني من النظام ومن نظام الاشياء يا اخي، راح اقتحم الاهلي. يعني يفترض انا بصراحه يعني بدون دعوه طارق كيال يروح، احمد عيد يروح، مش عارف ايش الامير الفلاني يروح، ادخل على النادي الاهلي واجلسوا كذا لو في المدرج،
لأن بأسلوب هذا الكل قاعد يتفرج على الأهلي طايح، وكل قاعد واحد يلوم الثاني، والآخر وأنا أعتقد الإدارة مغيبة واللاعبين برضو مغيبين، ما مو مو مقتنعين، اللاعبين مو مترابطين بوجود، والإدارة أنا ما أدري كيف لديها الجرأة أن تدخل الأهلي في دوري درجة أولى باللاعبين هذولي. يعني بصراحة يعني في جرأة، أنا ما أدري، ما ودي أتكلم كلام كثير ويحسب علي على الأخوان هذولي، عند الأهلي الآن كاره للأهلي ما يسوي كذا بصراحة. شوف يعني زي ما يقولون، لو بخطط أنا وبصير حريص أني بهد الأهلي ما أستخدم الأسلوب هذا، لأن كل شيء واضح من بداية الموسم. لا 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 استقطابات كويسة، نهاية الموسم تجيب لي لاعبين ما كملوا معك، الموسم هذا في درجة أولى وتجيب لي لاعبين معطوبين. طب أنت إيش تبغى توصل له؟ يعني وين تبغى توصلني له بالأسلوب هذا؟ والمدرب اللي نزلني درجة أولى أنت بقيه إلى الآن، وأنت لازلت باقي؟ أقل شيء خلينا نقول الرئيس يبقى، بس يغير النظام اللي عندك. يعني تتوقع أن اللاعبين الآن مقتنعين بالإداريين الموجودين، بالمدرب الموجود، بالكلام اللي قاعد يصير؟ ما راح يقتنعون، ما راح يسمعون كلامهم أصلاً. واضح أن الضغط كله على الإدارة هذه، على المدرب هذا، اللاعبين زي ما قلت أنت خلاص هذا شايلنا، مع أن اللاعبين مساكين. يعني أنا ما ألومهم، لأنه يعني زي ما يقولون تخلوا عنهم، راحين جالسين يواجهون قدرهم. أنا بالنسبة لي المسيلين بتاريخه مسكين، ما يقدر يسوي شيء، كل شوية جايته الكورة، كل شوية داخلين عليه اللاعبين هذولي، لاعبين الأهلي أساساً ما عندهم الإمكانية. وأنا أتوقع أن في المباراة الجاية أتوقع لاعبين الأهلي بيدخلوا غرفة زي ما يقولون يدورون اي عذر عشان ما يلعب المباراة الجايه، لانك انت قاعد تحرجهم قدام الجمهور، انت قاعد تحرجهم قدام المشهد، قاعد تحرجهم، يعني مخليهم ماده للتندر الان، انت يا الاداري او انت يا المسؤول. وبصراحه انا بأشيل الاداره والذا، بقول انتم يا رجالات الاهلي مسؤولين. يا اخي شفنا نادي النصر في نهايه الموسم لما حلت اداره وسوى صار نادي النصر، كيف تقريبا وصل يمكن حوالي 50 او 54 عضو ذهبي سجلوا عشان يشيلون نادي النصر. الموسم بقى عليه اسبوعين والاداره منحله، ما في اداره. وقص على ذلك في الانديه كلها، شوف لما يصير الهلال يصير فيه هزه وش يصير فيه، شوف الاتحاد شوف يصير فيه، هذا يجون ويباركون وقلنا له ووافق على ذا وتوكلوا على الله. لذلك هي القضية بصراحة إحساس. الأهلاوية لا يجلسون يقعدون يعني يشتغلون علينا، لا روحوا أنتم لنا. الأهلي ما يحتاج أنه يناديكم، روحوا أنتم بأنفسكم، روحوا شوفوا تلمسوا وحلوا مشاكل الأهلي. عيد، مبالغ فيها الكلام اللي قاعد تسمعه ولا واقعي ونتيجة طبيعية للي قاعد يصير من الموسم الماضي؟ لا أبدا، أنا كنت على الطاولة دي بعد كنا نناقش هبوط الأهلي، وقلت لك هنا، قلت لك اني اخشى الاهلي من سقوط حر للثانيه، وكنت انت مستغرب يعني انه عاد مو لهالدرجه، قلت لك هذا ممكن يحدث مع الاهلي. اضف الى ذلك نقطه اخرى، يعني رغم اني اختلف مع ابو نايف، لكن هو نفس التفكير اللي يفكر فيه الاهلاويين. ابو نايف قبل شوي يقول الاهلاويين هم اللي عطوا الزخم او لهذا الدوري دوري له، هذا التفكير اللي معلش ابو نايف اللي يحمله ابو نايف هو اللي حمله الاهلاويين وهم رايحين للاولى. عشان كذا قال لك ابو نايف ما استعدوا شيء ابدا ولا سووا شيء، رايحين للاولى على اساس احنا راجعين رحله وبنرجع، دوري سهل، احنا اللي معطين هالدوري الزخم ونحن اللي معطيه، بس نجي نسوي شو في هالدوري ونرجع حتى بالدرع او الكاس الحين ما عاد في درع. عشان كذا فرغوا اللعيبه مو مهم، عشان كذا ابقوا على المدرب اللي هبطهم، عشان كذا ماجد النفيعي ابقى على الجهاز الاداري اللي ايضا هبطه. رحله بسيطه ورحله سريعه لازم بقضيها في الاولى وامشي، لكن المصيبه انك الان حتى الرحله اللي بديت فيها جولتين ما حققت الا نقطه واحده وبمستويات سيئه. ففعلا حال الاهلي صعب جدا والضغط راح يكبر عليه، ولو الاهلي يعني يخسر مباراه راح يعيش في دوامه اخرى ثانيه. اللاعبين الاهلي مهزوزين بشكل كبير، ومدرب حقيقة أنا أشوفه أتفق مع أبو الهدف الثاني يدل أنه ما في أبدا، يدل أنه هناك فيه شغل
وهنا ابدا ما في لا تنظيم دفاعي ولا اي شيء، هدف بدائي. يعني فعلا يعطيك ايحاء انه ما في لاعبين. تعاقدات الاهلي ما هي تعاقدات فريق يعني يبغى يرجع ولا تحس اللاعبين ممكن يدخلوا بمرحله شك خلاص انه طبعا ما في نفس اللي صار الموسم اللي راح. طبعا اول شيء هم مهزوزين جايين منتهين، يعني ترى اللي حصل للاهلي انه يحفظ الدوري الدرجه الاولى ترى كان صدمه كبيره جدا، تخيل انه ما تحملها يعني اللي شجعوا الفرق الاخرى فما بالك الاهلاويين، فهم جايين مصدومين فيهم الشك الكثير. شوف السوشيال ميديا واللي قاعد يصير فيها من شماته من تندر من اشياء يعني الكثيره يتعرض لها هؤلاء اللاعبين، وما في حتى اللاعب الخبير. انا شفت تصريح على فكره المباراه الاولى حقت الخيسومه وكان هو خطا يعني دفاعي، شفت ياسر مسيلين يعني فعلا كان قاعد يحترق، هو اللاعب الوحيد اللي اللاعب الخبير. شفت تعاقدات يعني معليش ماجد الدفاعي انا ما اعرف ايش تسوي انت في النادي حقيقه، انا اقولها بكل صراحه. يعني شفت تعاقدات الاخدود، الاخدود ترى 3 سنوات فقط في دوري يلو، يعني ترى مو في الفريق العريق يعني في الدوري ولا اللي ينافس كل سنه، ترى عمره ما نافس في دوري يلو، تو صاعد من 3 سنين قاعد بس يلا اني ابقى انا في الدوري يلو. شوف اللاعب البرازيلي كاكو اللي في نص الملعب بلاعبين واجانب الاهلي وتعاقداته كلهم. شوف المهاجم باري هداف الدوري الان، مهاجم الاخدود 4 اهداف، مسجل المباراه اللي فاتت هدفين واليوم على الاهلي هدفين. بلاعبين الاهلي ايضا الاجانب كلهم. شوف الميزانيه اللي عند الاخدود اللي تعاقد مع هؤلاء اللاعبين اللي مثل ما قال ابو راكان شالوا الفريق شايلين الفريق اليوم، وشوف الاهلي بملايينه اللي نزلت معه الدرجه الاولى وتعاقداته. والله يا ابو فيصل معليش شباب تعطونا ذا الهدف تكفر. هدف بدائي. لا 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 شوف الهدف في فكر المدرب عطر بالله الهدف، يعني واحد يلعب كوره كذا يباصيها من الركنيه اي الين ال 18 شوف شوف ولا في احد لا يؤشر شويش يعني شوف طالع في احد يلعب كوره مثل هذه بكل هالمسافه ولا حتى كل هالمسافه ولا حتى ما في رده فعل يا الهي معلش بوجود معقول كل هالمسافه طبعا طبيعي جدا بس خليني بوضح نقطه انا لما قلت لان انا جاني رسائل واتساب مساله اقتحام الاهلي في بعضهم ما شاء الله عليهم متحمسين ترى في مثل يقول انك المشكلة لازم تقتحمها هذا هو التبرير ان اي مشكلة انك لازم تقتحمها عشان تحلها انا لما قلت اقتحام الاهلي انا اقصد رجالات الاهلي هذولي يفترض انهم ما يجلسون يتفرجون ولا يعطون الحلول هي القضية وضربت لك مثال عشان اوضح الاقتحام هذا ضربت لك مثال في نادي النصر ان لما صارت المشكلة في نادي النصر وش ردة الفعل عند النصراوي مو بالقضية قضية على فكرة اقتراحات لا انت حتى في الاقتراحات انت حسسني برضو انك قاعد تدعم النادي الاهلي النادي الاهلي وصل في مرحله من المراحل ما لها عمليه فهذا لما اجي واجلس وانتظر مثلا جالس مثلا كاعضاء ذهبيين يفترض اني انا حتى غير الراي انا برضو ادعمه لذلك انا بالنسبه لي متاكد ان اغلب الرياضه السعوديه اغلب قادتها الاداريين من النادي الاهلي لا ممكن يحلون لك المشكله هذه في ثواني لذلك انا اطالب بالحضور بدون الدعوه بدون الدعوه بركان يعني مثلا القضيه انا هذا 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 بيت هذا بيت الاهلاويين خصوصا مي بالقضيه يحتاجون الى دعوه جمعيه عموميه وتعالوا هم ما دعونا وحنا قلنا لهم في بعض المرات اجي انا كمشجع اجي انا كمحب اجي انا كقريب من اللاعبين اجي انا كداعم لا شوف قافل الباب قافل التدريب وما يخلي احد يجي انت ما تقول الاهلاوي متحرك ومتحركين ولكن في انظمه ولوائح الوزاره متبعينها ورفعوا اسباب ورفعوا دعاوي وعملوا اجتماعات لكن المشكله العناد اللي بيصير من اداره النادي في نفس الموضوع الان نحن بننتظر الاهلاويه اجمعوا كل الذهبيين اجمعوا عملوا اجتماعات ورفعوا مذكرة كبيرة فيها أخطاء كبيرة تدين عمل الإدارة
والان منتظرين قرار. لا وفي نقطه بو قرار بركة. اكثر من شهر زمان من الجمعيه العموميه رفعوا القرار حتى الان لا لم تبت. لا وضع الاهلي انا اعتقد مختلف عن وضع الناصر، يمكن حتى لانه الناصر على الاقل يعني عنده كبير وعنده داعم وعنده يعني رجل ممكن يقف خلفه عندما يقرر، يقف خلفه الجميع لانهم متاكدين من حسن اختياره وقراره ودعمه. لكن خليني بكمل لك نقطه فعلا اداره ماجد النفيعي. لما تجي عشان فعلا مش مبالغه اللي قاعد يصير الان، وانه الاهلي فعلا ممكن يروح دوري الدرجه الثانيه، وش عملت اداره ماجد النفيعي؟ ابقت على الجهاز الاداري وابقت على المدرب اللي هبطت معه وصرفت لعيبه، وصرفت مين؟ عبد الرحمن غريب، عمر السومه، اليوسكي. انت رويس. الان في ازمه صح ولا لا؟ مشكله في عندك هبوط، فمعناها انت قاعد تحل المشكله. معناها كانت المشكله في عمر السومه واليوسكي وعبد الرحمن غريب، هم كانوا اسباب الهبوط. لكن المدرب لا يلام والجهاز الاداري لا يلام وبقيه اللاعبين اللي بقيتهم لا يلامون. يعني ايش التصرف هذا؟ انت افرغت العيون الفتحه عندك بس، واسباب المشاكل ابقيت عليهم وجددت الثقه. جدد الثقه يعني للثانيه ولا وين توصل؟ بعض المرات حتى التغيير على فكره لازم يكون موجود. انت اللاعبين مثل ما قلت، انت قلتها قبل شويه بوجود انه اللاعبين ممكن يكونوا مهزوزين، اكيد مهزوزين على الاقل بعض المرات التغييرات حتى لو انت مقتنع بالجهاز الاداري، لكن اجدد الدماء عشان ينتشلون هاللعيبه منها من حاله الحاله اللي هم فيها. لكن مهما عمل مثلا الجهاز الاداري الحالي اللي هبط بالاهلي مع اللاعبين انه يخرجهم من هالدوامه، هو كان شريك معهم، ما راح يتقبلون كلامه او يصدقون هالكلام او يتاثرون فيه. يا اخوي عيد اللوائح حقت الوزاره بتساعد، ما مطنش كل رجالات الاهلي يعني، طبعا كلهم بيطالبوا انك تمشي، مو الاهلاويين فقط، حتى المنافسين، حتى المنافسين الفرق الاخرى يعني شايفين العمل ويقول لك هذا لازم يمشي. لكن عشان تبغى تمشي مشكله كبيره الان مع الوزاره يا اخي ليش يعني ليش الموضوع على قولتهم يعني يا طخ تكسر لمخه؟ ليش ان الحلول يا يعني يمشي النفيعي واللي معاه يا الاهلي يهبط؟ مين قال كذا يعني؟ شويه قرارات في صالح الفريق. مرادي. انا اللي قاعد اقول انه من هبط الاهلي الى اليوم ما شفنا قرار واحد بس واحد لله كذا قرار واحد يهدي الجمهور، ما شفنا يعني. انت من الاداره اي من الاداره يعني انت في الاخير ليش احنا رابطين موضوع اصلاح امور الاهلي ان الاداره دي كلها تمشي؟ لانه الفكر ممكن يبقى النفيعي لا وتاخذ قرارات في صالح الفكر الاهلي. وهذه هي المشكله اللي احنا فيها، ما هد بالعكس الاهلاويه ما هم يشخصنوها على النفيعي، نحن بنتكلم على عمل. يعني اذا ما تقدر تغير امشي وخلي واحد احد يجي جديد يغير. انت ما انت قادر تاخذ قرار بتغيير الوضع اللي الاهلي متدهور فيه الى المنحدر بطريقه غريبه، وهم قاعدين ما يعني شايفين الموضوع طبيعي. فهنا اللي نحن بنطالب فيه يا اخي، احنا من اول الموسم وانت عارف حضرنا وجلسنا وناقشنا وقلنا له واجتمعنا معاه، ويقول لك انا مقتنع برايي ونحن عارفين ايش بنسوي. طيب غير سوي، مصر على نفس النهج. اذا المشكله صار في ادارتك وليس المشكله في انك ما انت قادر تاخذ قرار للتغيير، او ما انت شايف الغلط فين عشان تقرر ايش تسوي. عشان كده الاهلاويين بيطالبوا يا عمي اذا ما انت قادر خلي حد ثاني يجي يغير. جم مدرج على صوت واحد يقول لك ارحل، ذهبين يقول لك ارحل، الاعلام يقول لك ارحل، ما في احد ما قال لك ارحل وانت يقول لك لا عاجبك الوضع. اذا ما احنا عارفين ايش المشكله. قلنا نروح، قالوا الاخوان الذهبيين نروح للوزاره، هذه اخطاء في لستة كبيره عريضه، حولوها اداره قانونيه. الان لها شهر ما ادوك جواب، حتى الان ما ادوك جواب. في تحرك سامع انا، في تحرك انه في قرار حيطلع بتغيير الاداره. يا اخوي متى؟ نائب الرئيس استقال، سمعنا في لا عضوين حيستقيلوا بس ما طلع شيء رسمي منهم. اذا استقالوا العضوين سقطت الاداره، لكن ما هو باين شيء، ونحن عارفين نمسك طيب هذه ست نقاط
راح منها خمسة. ما احنا عارفين نمسك الاهلي الان، احنا نبغى نمسك الاهلي، ما حد قادر يمسك الاهلي. مو تقول تروحوا قفل التمارين ومقفل البيبان وما بيستقبلوا احد، تكلم مين؟ افاصل بيبانتك. بعد 235 يوماً، مركز التحكيم الرياضي يغلق ملف محمد كنو. الهلال يستغرب توقيت القرار ويؤكد حفظ حقوق النادي على كافة الأصعدة. خمس فترات توقف تصعب موقف الأندية في جدولة المعسكرات. في الجولة الثانية من دوري روشن، الهلال يستضيف الفيحاء في استاد الأمير فيصل بن فهد. الباطن ينشد الاتزان في مواجهة ضيفه الفتح. الأهلي في دوري يلو، تعادل في أول المواجهات وخسارة أمام الأخدود. وزارة الرياضة تحقق شهادة الاعتماد ايزو الخاصة بتقنية المعلومات. اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة، نرحب بمستمعي روتانا فم في المملكة العربية السعودية طارق كيار عبد السويد عيد الثقيل ضيوف حلقة الليلة. اليوم كتب السطر الأخير في قضية الهلال والنصر حول اللاعب محمد كنو القرار النهائي، وبعدين بيانات الأندية بعد رحلة طويلة من الانتظار والانتظار والانتظار والانتظار، وفي الأخير صدر القرار الحمد لله على السلامة. خلينا نشوف القصة من أولها. ثمانية أشهر تصدرت خلالها قضية اللاعب السعودي محمد كنو وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية. فبعد 235 يوما شهد الوسط الرياضي الفصل الأخير في القضية. وبالعودة لكواليسها، كانت البداية مطلع يناير الماضي، حيث دخل فيها اللاعب محمد كنو الفترة الحرة التي تتيح له الانتقال لأي ناد في الفترة الشتوية. في اليوم التالي وقع النصر عقداً مع اللاعب عبر وكيله وشركة سبورت يارد المسؤولة عن إدارة أعماله بوجود مدير الاحتراف في النصر، وتم الاتفاق على بنود العقد والشرط الجزائي المقدر ب27 مليون ريال. في 3 يناير رفع نادي النصر نسخة من عقد اللاعب إلى لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي، وأكد النادي عن استلامه إشعاراً من اللجنة بتلقي العقد وتوثيقه. بعد 4 أيام أعلن نادي الهلال في 1 صباحاً عبر حساباته الرسمية تجديد عقد محمد كنو ل3 سنوات، وذلك بعد الفوز بنهائي كأس السوبر السعودي. في 4 صباحاً أصدر النصر بياناً رسمياً كشف فيه عن توقيعه مع كنو بعد بدء الفترة الحرة، وعن اتخاذ إدارته الإجراءات القانونية تجاه الهلال، واصفاً إياه بالمخالفة القانونية الكبيرة التي يترتب عليها عقوبات رياضية ودفع لقيمة الشرط الجزائي. بعد 10 أيام استدعت لجنة الاحتراف اللاعب محمد كنو ووكيل أعماله لأولى جلسات الاستماع. وفي 24 من ذات الشهر استدعت لجنة الاحتراف أطراف النزاع ممثلة في الرئيس التنفيذي ومدير الاحتراف بنادي النصر، والرئيس التنفيذي ومدير كرة القدم بنادي الهلال. في 16 من فبراير الماضي أصدرت لجنة الاحتراف بياناً كشفت عبره عن إحالة ملف اللاعب لغرفة فض المنازعات، مرفقاً بكافة متعلقات القضية وجلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة. بعد 3 أشهر في دراسة ملف القضية، قررت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم منع نادي الهلال من التسجيل لفترتي انتقال، وقررت إيقاف كنو ل4 أشهر، ألزمت اللاعب ونادي الهلال بالتضامن لدفع 27 مليون ريال تعويضاً مالياً لنادي النصر. وكردة فعل على العقوبات الصادرة بحق الهلال، أعلن النادي في 8 مايو عن رفع طلب تحكيم استئنافي رسمي،
لمركز التحكيم الرياضي السعودي لطلب النقد الكلي بقرار غرفة فض المنازعات. في منتصف يوليو تقدم نادي الهلال لمركز التحكيم الرياضي بطلب الموافقة على منحهم التدابير الوقتية التي تتيح التعاقد مع اللاعبين لحين صدور القرار النهائي في قضية محمد كنو مطلع أغسطس. رفض مركز التحكيم منح نادي الهلال الإذن بالتسجيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. في 12 من أغسطس أصدر مركز التحكيم الرياضي بياناً رد خلاله حول تأخره في الفصل في قضية محمد كنو والكشف عن إصدار القرار نهاية أغسطس الجاري. في اليوم التالي نشر الهلال بياناً رسمياً يعارض ما تم نشره في بيان مركز التحكيم الرياضي، وأشار على أنه مخالف لللوائح القانونية والتي تحظر على المحكم التعامل مع ما ينشر في وسائل الإعلام أو التعرض لضغوطات، وعبر النادي عن استيائه من بطء الإجراءات وإعلان القرارات مع نهاية فترة الانتقالات. أعلن نادي النصر عن تلقيه خطاباً من مركز التحكيم الرياضي، والذي أيد في قراراته إيقاف الهلال لفترتي تسجيل وإيقاف اللاعب محمد كنو لأربعة أشهر وتخفيض التعويض المالي من 27 إلى 20 مليون ريال سعودي. مساء اليوم أصدر الهلال بيانه الرسمي الذي أكد فيه عن تلقيه الحكم الصادر من مركز التحكيم، وعبر خلاله عن استيائه من تأخر صدور القرار والتأكيد على تركيز النادي على الاستحقاق القادم. عيد ايش تبين اقول؟ اكتب لك انت قول لي ودك. والله ما اعرف ايش اقول يعني، تبي الصراحه قضيه غريبه من بدايتها، قضيه يمكن في جوانب معينه واضحه تماما، ما يحتاج يعني كل هالتاخير، ما يحتاج 7 شهور يعني من الدراسه. لاعب وقع الناديين فما تحتاج كل هالامر يعني، و7 أشهر والاشياء الكثيره، ما ادري قضيه في كل احداثها غريبه يعني. تجي مثلا من التأخير الطويل رغم كل هالمناشدات، رغم كل الجميع، تجي تأخير إيقاف كنو أيضا، يعني كنو لعب مع الهلال تقريبا 9 مباريات بعدين أوقف. تجي على مسألة التدابير الوقتية اللي رفضت، تجي على مسألة التعويضات اللي موجودة. أنا ما أعرف صراحة حقيقة، ما أعرف تفاصيل القضية عشان مثلا أقدر أحكي فيها بشكل كبير، لكن اللي أعرفه استنتاج بسيط من اللي شفته، لأن ما طلعنا على تفاصيل، نحتاج تسريبات مثل تسريبات حمد الله عشان نقدر نحكم، أو إيضاح من مركز التحكيم أو غرفة المنازعات بكل تفاصيل القضية وإيش اللي صار. حتى في جلسات الاستماع يعني التسريبات اللي حدثت في قضية حمد الله كشفت للجميع، يعني حتى اللي ما يقدر كان يقدر يحكي في القضية وفعلا ما يبغى يخوض فيها لأنه ما يعلم التفاصيل، خلاص قضية واضحة. لكن هالقضية ما تعرف يعني إيش اللي صار في جلسات الاستماع. هذه القضية كلفت الهلال فترتين تسجيل الآن القرار النهائي و20 مليون ريال. كان بحاجة إدارة الهلال أو الهلال أن يدخل في هذه المعضلة والمشكلة الحالية؟ لا شوف يعني اذا تيجي تبغى تاخذها مثلا التنافس والاشياء الكثيره اقول لا 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 ما اتكلم عن تنافس، اتكلم عن الهلال تحديدا. انا اقول لك الهلال مثلا ايش الان كانه بقي في الهلال له مميزات عقد اكيد متفق عليها الان، وفي 20 مليون وفي فترتين تسجيل، هل كان الهلال بحاجه لكل هذا ام كان بامكانه تجنب الدخول في هذه المشكله، اما بالتجديد اللي كانه وأقنعها قبل فترة الحرة أو عدم التوقيع مع كنو بعد توقيع على النصر؟ لا أنا أقول لك الخطأ اللي ارتكبته إدارة الهلال والخطأ فعلا الفادح تماما أنك تخلي اللاعب يوصل لين الفترة الحرة. التوقيع بعد ذلك مع كنو أعتقد، وأنا الآن أقول لك إياها، أنا أشوف القضية الآن ما في حد كاسب، لا النصر كسب ولا الهلال كسب، يعني الآن وأنت تشوف القضية تعتقد أنه النصر كسب. النصر رجع 7.5 مليون كان دفعها، هو المبلغ 12 مليون اللي راح يستفيده النصر، راح يكون تضامن تعطيل الهلال فترتين تسجيل. اي خليني اقول لك، اي بس خليني اقول لك انا شيء، الفريق الهلالي احنا تكلمنا قبل حتى يصدر القرار قبل امس وجميعنا تكلمنا انه مع الهلال ما هو فارق فترتين تسجيل على المجموعه الحاليه، يقدر يوصل لين الفتره الشتويه ويعديها وهو مرتاح بهالمجموعه الحاليه وفعلا المجموعه الذهبيه. لكن ليش انا اقول لك انه ما حد كسب؟
انت لما تجي تاخذ كنو من الهلال، طبعا هي صفقه مميزه للنصر، مميزه. تعرف لما نقول مباراه بست نقاط، هذه كنو كان مباراه بست نقاط. انا اخذ لاعب مميز من الهلال، اقوي فريقي واضعف منافسي. جدا كانت هذه فعلا الضربه للقاضيه. الهلال حاول بعد ذلك انه يخفف من هالخساره المؤلمه اللي بتصير، اللي يقوى منافسك وانت تخسر لاعب بهالحجم. ايش سوى؟ قال لك خليني اروح الاتجاه الاخر رغم اللي فيه من مخاطر. خسر 12 مليون حيدفعها هو اللاعب بالتضامن، وخسر فترتين. ممكن الهلال يعتقدون انه هالشيء اخف من اضعافي وتقوية النصر بهاللاعب، لكن تفاصيل القضية انا ما اعرفها. لانه ليش فترة التسجيل ذي الثنتين في البداية ما اعتقد انه الهلال كانوا يتوقعونها. الهلال كان حاسس انه العقوبة جاية، عشان كذا الفترة الشتوية الماضية اخذ زي ما يقولون كسوة الشتاء والصيف، لم اكبر عدد من اللاعبين. لا يعني اخذ المالكي، سعود عبد الحميد، العويس، حاله من لا ترى بعض التعاقدات بيشيل. اغلب الصفقات ترى كانت قبل كنو، كانت قبل يعني موضوع كنو. اغلب صفقات بعد، لا قبل موضوع كنو يعني وتوقيع النصر. كانت في الموضوع بس ما صدر الحكم. لا ما صدر شيء بحلال، احنا ما ناظروا في القضيه الا عقب 3 شهور. الهلال كان حاسس انه في عقوبه جايه، قال خلنا احصل نفسي من عندي. بامانه ما عندي معلومه، لكن اذا كان فعلا يعني تقريرات بس اكيد ما حد عنده معلومه، احنا داخلين في نوايا الناس. لا هو شوف يعني عبد الله المالكي، سعود عبد الحميد بالذات، حلو، كانوا متاحين بيروحوا لك ولا بيروحوا لغيرك، يعني ولاعبين مميزين ما من في ما يتمناهم، سواء عندك ايقاف ولا ما عندك ايقاف. يعني لو انت مثلا ما اخذتهم يا بيبقوا مع الاتحاد، هم ما كانوا راغبين اكيد في الاتحاد وفي عروض الاتحاد، ولا كان بقوا معه، او كانوا بيروحون للفرق الاخرى اللي عندها ملاءه ماليه. طيب اهلي، شباب، اتحاد. لكن انا اقول الفاصل وبرجع اخذ ابو نايف اذا تبغى تغلق الموضوع بشكل من عندك. اي بقول لك انا الموضوع انه نحتاج فعلا الى ايضاحات، يعني حتى بفترتين هذه التسجيل ايش اللي صار. انا اخطات، سؤال مباشر، اخطات اداره الهلال ولا لا؟ اخطات في انها وصلت كنو الين، أخطأت اليوم صدرت عقوبات، أخطأت ولا ما أخطأت؟ أخطأت إنه وصل كنو إلى ذي، لكن خطأ توقيع كنو ما أعتقد إنها أخطأت فيه، لأنه كانت العقوبات بتكون أكبر. تشجع أي نادي عنده لاعب نجم طلع من عنده ووقع لنادي آخر إنه يسوي نفس التصرف، يوقع توقيع ثاني؟ إذا قادر تتحمل العقوبات. كيف؟ إذا قادر تتحمل إيه؟ العقوبات إيه؟ وقع معه. رأيي أتقبله. إلا صحيح والله. بالعكس ما في شيء. أنا قلت لك إذا قادر تتحمل العقوبات. أوكي. وإذا تقدر بعد أنت تكلم لاعبين وتتحمل عقوبات زي ما صار مع الاتحاد، تقدر تتحمل عقوبات، خالف. سوي اللي تبغى. لابس خوذة ورابط حزام الأمان وتبغى تسرع وتصدم في جدار، قادر تتحمل؟ خالف. طيب من يقدر لحظه بس سؤال بوجود ابغى اترك لك اعلمك، شوف ابغى اترك لك توضح النقطه قبل ما اروح للفصل. هذه النقطه اللي انا بقولها. يلا من يثبت مثلا المخالفه على الهلال؟ القرار يا اخوي صدر اليوم. طيب القرار صدر اليوم، هل شفنا احنا الجلسات الاستماع كيف راح تثبت ان الهلال على علم بتوقيع اللاعب؟ كيف راح تثبت انت؟ سؤال يا انا سأل ابو فيصل. ابو فيصل الحين هذه جهه قضائيه في الرياضه السعوديه اثبتت، احنا نثق في القرار النهائي. طبعا انا واثق بس انا اقول لك وش قاعد اقول لك. اقول لك انا ابغى اعرف كيف استطاعوا انهم يعرفون انه الهلال كان يعلم. طيب. لازم يعترف فهد بن نافل، لازم يعترف اللاعب، صح ولا لا؟ مثلا انا والله ما اعرف. اي انا اقول لك عشان كذا انا اقول لك انه حيثيات من عندنا قدامك. شوف انا ما اعرف، بس انا اعرف انه في مركز تحكيم اللي هو اخر جهات التقاضي اصدر قراره. طبعا شوف على فكره، اوكي بقول لك شغله، هل هم مفروض يطلعون بيان بتفاصيل التحقيقات؟ أبو انا والله ما اعرف، تبغى الصراحه الفضول اللي عندي والله ودي ابو جود. انا زيك، انا ارجع لك اول شيء. شوف على فكره انا متاكد تماما انهم لاقين دليل على الهلال، ترى ما اقول لك لا. طيب انا اقول بس اقول لك قلت قبل شوي الدليل. انت قلت قبل شوي جمله شوي يعني انا حطيت عليها علامه استفهام، وابغاك توضح لي وللمشاهد.
انت تقول اللي يقدر يتحمل العقوبات يخالف، ايش تقصد؟ انت الان لاعب من عندك رايح، صح ولا لا؟ وقع النادي ثاني. اي. وانا اقدر اوقع معه الان. ايش العقوبات؟ نقول في الاخير بتوقف فترتين، هذا النظام اللي يقول. اي. واللاعب يتوقف 4 شهور. اي. اذا اقدر اتحمل انا هالشيء، عندي والله المجموعة صح ولا لا قادر اني اكمل هالفترتين، عندي تكدس من النجوم، عندي ملاءة مالية، ليش لا؟ بعض المرات انت تقرر تقطع الإشارة ولا مثلا مثل ما قال تزيد السرعة وانت متأكد لانك عارف الغرامة، والله 300 ريال ما حد يمنعك. 3000 عرفتي؟ صعبة على الضوء، صعبة. شوف بعدين خطر، خلنا اقول لك شغله، خلنا اقول لك شغله، العقوبات عاده على المخالفات، لكن الاصرار على المخالفه، ترى احنا قاعدين نتكلم عن عيد الثقيل عشان بس تعرف الناس يحب، ما نتكلم عن الاداره هنا خلاص اخذت عقوبتها واخذت قرارها بس انا اتكلم على جمله اللي قالها عيد الثقيل، اذا تقدر تتحمل العقوبات خالف، هذه عليها علامه استفهام. لا ترى على فكره ايش طبعا ورايك واحترمه يعني، إيه لا ليش حتى لو ما عجبني بس لازم احترمه. على فكره انا ما ادافع عن الهلال، لا ما اتكلم عن الهلال، الهلال اسمعني 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 الهلال ولا يهمني الموضوع انت، لا لا انت الهلال في موضوع الهلال انت حطيت رايك وخلاص وقضينا منه، انت في ختام رايك قلت جمله، اذا انا اقدر اتحمل العقوبه اوقع مع اللاعب انا وخالف. شوف انا قاعد اسالك، انا شوف انا لو رئيس نادي ايا كان هالنادي وقلت لك عندي هالقدره تمام، ولاعب بيروح من عندي النادي اخر منافس وبيقوى المنافس وانا بضعف واشوف اقدر الموضوع وانه المخالفه علي اهون بروح لاتجاه المخالفه. وينك انت يا رئيس النادي يا عيد الثقيل؟ طيب من احترامك للقوانين للانظمه لاخلاقيات اللعبه لل كل هذا وين تودي؟ شوف لا هذه شوف ما فيها تحريض، ما فيها مثلا والله شيء مثلا هذه، لا هذه بعض المرات انا اقول لك انا مثلا خالفت واجي وانا اقول لك انا خالفت اوكي وراضي بالعقوبة. تبغى تضيف شيء قبل ما اروح للفاصل؟ لا 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 لاني بعد شيء حروح للزملاء الثانيين. لا لا ابدا ما عندي شيء. فاصل قصير بعده نعود. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة، نرحب بمستمعي روتانا في أنف المملكة العربية السعودية، طارق كيار، عبد السويد، عيد الثقيل، هم ضيوف حلقة الليلة. أبو نايف رأيك في القضية بالكامل؟ طبعا القضية احنا من أول نقول أن لاعب وقع مع نادي وهو موقع مع نادي، فلذلك القضية كأنه الكل مقر ومعترف أنه غلطان لأنه وقع مع ناديين، هذا خلاص انتهينا منها. الآن جت قضية نادي الهلال، هل هو غلطان ولا لا؟ طبعا ما شاء الله القضية هذه خلينا نقول انفتحت تقريبا 8 شهور أو 7 شهور والكل أدلى بدلوة من قانونيين وإعلاميين، فلذلك الواحد عنده شوي ذاكرة والأحداث اللي قاعدة تصير وش نقاط الضعف، وأنا ممكن علي اليوم هذا قاعد تراجع وش نقاط الضعف اللي أضعفت موقف الهلال. يمكن من أكثر أشياء اللي أضعفت موقف الهلال أنه لما أعلن واللي ركزوا عليها القانونيين أنه جته إشعارات من نادي النصر أن اللاعب وقع معانا والتوثيق يحتاج إلى يوم يومين وهو ما أبدأ حسن النية، فهذه النقطة اللي يعني زي ما يقولون قسم الظهر البعير في القضية هذه واعتبرت الهلال محرض أو أنه دخل في فترة المحمية. القضية الآن أنا أتوقع فيها أنه خلينا نقول فيها حسبة بعض المرات عند الإدارات، هو لو أنه مثلا النصر ما سوى الإشعار، اللاعب أو وكيله أيا كان ما قال أنه أنا بلغت إدارة الهلال، ممكن الهلال يطلع منها، ممكن حاسبها الهلال حسبة احنا بنوقع معاك، يشيل الليلة كنه يرجع لنا، الهلال ما يتوقف. بس في بعض الأشياء خلينا نقول الإشعارات اللي بعثها نادي النصر قانونيا ممكن انها سكرت المنافذ اللي ممكن يطلع منها نادي الهلال، لان احنا نتذكر النادي الهلال تقريبا يمكن 4 شهور 5 شهور ما كان يطالب بتسريع الحكم، كان النصر هو اللي يطالب، فجأة لما وصل
للتدابير الوقتيه، صار الهلال هو اللي يبغى اساس يسجل اللاعبين، مع انه برضو القانون قالوا انه ما في تدابير وقتيه لانك ما عندك امل في الاستئناف. على فكره فض منازعات، واللي ايد القرار المحكمين، ومن ضمن المحكمين واحد من من اللي اختارهم نادي الهلال، لذلك هي كذا بالاجماع صارت. هي القضيه الان انا بالنسبه لي غلطه اداريه. خلينا نشيل قضيه كنو على جنب، ثم نقول طيب وش اللي مخليها مخففه الان عند الجمهور الهلالي؟ بالتاكيد ان الان اللي قاعد يطلع انه كسبنا لاعب. احنا ما عندنا مشكله، كسبت لاعب، ولكن ترى اداره الهلال اللي خفف عليها انه متكئه على ارث من الموسم الماضي في بطولات، خفف عليه كثير. ولكن ترى الجمهور يختلف، خلينا نقول عن المنتمي بزياده للهلال، لانك لو اخفقت في اي لحظه من اللحظات راح يطلعون للدفاتر القديمه، فترتين تسجيل هذا اللاعب يضيعونه، احنا ما عندنا لاعبين مصابين، نبدا في الدوامه هذه. بالتاكيد ان الهلال عنده مجموعه لاعبين، عنده مدرب، عنده استقرار، ولكن هذا لا يعني ان ما في خطا اداري. شوف انا دائما اقول، شوف من اللي اشار على الهلال؟ من اللي قال لهم ما عليك ما عليك؟ ترى الفكره كلمه ما عليك ما عليك دي مشهوره عندنا، يعني اذا حد قال لك ما عليك ما عليك اعرف انك بعد 3 دقائق بتصدم جدار بوهقك. فمن هو القانوني اللي قال وقعوا معه ما عليكم؟ هنا 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 الاشكال. ابحث لي عن القانونيين هذول اللي وهق ادارته، اكيد في الجهه القانونيه عندهم. من اللي قال لهم ما عليكم؟ وقعوا معه وضامنين القضيه 100%. اول شيء اداره الهلال، واتوقع والمهتمين في اداره الهلال يمسكون القانونيين ذول يحطهم على جنب ولا تاخذون رايهم. فترتين تسجيل حرام، تروح على الهلال، هذا فريق منافس، ممكن الهلال يبدا ينافس، ولكنك ما تدري عن الظروف، ما تدري عن الظروف الاصابات، ما تدري عن ظروف الارهاق، ما تدري عن ظروف اللي قاعد تصير في الفريق. بالتاكيد ما تدري عن، انت لازم تعزز فريقك. الحين دائما نقول الهلال يحتاج الى دائما البديل. الشيء الاخر اللي قاعد يصير بصراحه وجود، علمنا انا اسميهم محامين تجار الشنطه. افرز لي محامين بلداء بس بيدخل في السالفه ولا عنده ولا شيء صار. وهذول اللي وهقوا، وهذول اللي اخذوا الجمهور في جانب. ثم برضه وانا بصراحه لازم اعطيها للبرنامج، انه قاعد يتفرج في من بدايه المشكله، ما في احد جزم قطعي، مع انها تقريبا واضحه، ولكن تعرف انت الاحكام هذه زي ما قال ابو فيصل ما تقدر تقول اللي انت موجود فيها. يعني احنا رافضين من البدايه ان احد يعطي راي في القضيه احسان الين يصدر حكم نهائي، لذلك كنا نقول خلصوا واعطونا قرار. احنا متاكدين ان ورقه التوت راح تسقط وراح تبين عورات المهنيه، لذلك انت لو ما تشوف المشهد الان في تويتر وتشوف التجمعات من الجمهور وتشوف كميه الثقه وكميه المصطلح قلت له ولا يرمش، وكيف يتكلمون يا وجود كانهم يا شيخ، يعني انا بالنسبه لو كنت متابع هذول يعني مؤمن فيهم الله لا يلومني، يجيني حالات انكار وحالات صدمه وحالات تشكيك في كل قاعد يصير حواليني. هذا معقوله يجي واحد يقول انا متاكد وفي ورقه تثبت وهناك، يعني شيء مو طبيعي، تخلي الواحد فعلا يغير وتبي يدخل لك محامي ويقعد لك يفسر لك اللائحه. هي في النهايه انا جالس اقول، انا بالنسبه لي ما الوم الجمهور، اللي قاعد يصير في الفتره اللي راحت انا ما ابغى اسميها، خلينا نقول يعني هياط هامور على هامور، وفي النهايه اعلان اعلامي مع اعلامي، في النهايه اعلامي بتبجح، ولكن الحقيقه انها الحق اظهر الحقيقه في النهايه. هم الكل مؤمن الان ان كنو غلطان. احنا نقول يا ادارات الانديه، عندك لاعب وانت تبغاه لازم تاخذ من بدري. اللي قاعد يصير انا اتوقع والعلم عند الله انها في النهايه صارت ضغوطات جماهيريه على نادي الهلال، صارت ضغوطات جماهيريه، فهو لازم الان يسوي اجراء. ولكن اللي ضغط عليك الان وهقك وخلاك تجي في الثنتين هذه، يعني ما الومه انه يقعد قاعد يخفف الان ويقول والله كسبنا. بالتاكيد محمد كنو مكسب، ولكن إدارة الهلال طوال تاريخ أعتقد ما تقع في الخطأ هذا أبدا، وكم مرة دخلت في قضايا قانونية ما تقع بالأسلوب هذا أبدا ولا تتأثر. إحنا قاعد نضرب فيها المثل، ما تأثر الضغوط الجماهيرية، لذلك هذه نقطة ضد إدارة الهلال.
نقطة في التعامل مع 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 التعاقدات هذه بالتأكيد. إضافة إلى ذلك أنها تحسب برضو نقطة لإدارة النصر أنها مشت وأن الإجراءات القانونية تبعها كانت جدا سليمة، لذلك ما خلينا نقول فضل المنازعات قال، ولجنة التحكيم بالإجماع برضو أيد. وعلى العموم هي قضية قانونية بحتة أظهرت، لذلك هي ملف أنا أتوقع أنه الافتراض أنه خلاص انتهى ولا حد يكابر فيها. هذه الختام. أبو ركان بأخذك بعد الفاصل عشان ما نقطعك، نتكلم براحتك، فاصل قصير بعده. أهلا بكم مشاهدي الكرام في هذا الجزء من الحلقة، نرحب بمستمعي روتانا في المملكة العربية السعودية، طارق كيال، عبد السويد، عيد الثقيل، هم ضيوف حلقة الليلة. أبو ركان التعليق عندك. أنا بسترجع القضية، الهلال أعتقد أنه هو ضامن كنه، وقال حتى لو دخل 6 شهور اللاعبين لهم رغبة أنه يقعدوا في الهلال ويستمروا في الهلال، وهي مسألة وقت. لما نحن عملية التأخير هذه، أنا ما أعتقد الهلال نسي أنه في عملية الاحتراف اللي يتكلم المال ما يتكلم الولاء، الولاء هذا في الهواء، المال هو اللي يتكلم، من يدفع قيمة عقد لاعب اللاعب راح يوقع. انتظروا حتى 6 شهور انتهت، هم عندهم على قراءة، هذه قراءة لي وليس واقع، إنما هذه قراءتي للمشهد. الهلال دخل نفسه في نفق، هو كان يتصور إنه ما في لاعب يتجرأ ويترك الهلال ويمشي، وهذه نوع من المكابرة الذاتية، تكابر إنه أنا أحسن واحد، أحسن فريق موجود، اللعيبة كلهم يتمنوا يجوا الهلال. هذا الكلام انتهى في عصر الاحتراف. لاعب يهمه العقد حقه يسوى كم. النصر ما أخطأ، غلق عقده، خرج، انتهت 6 شهور المحمية، بدأ في 6 شهور غير المحمية، فاوضوا وقع حسب التسلسل. عشان كده نستغرب عيد كان يقول إنه إيش دراك إنه الهلال كان يعلم. الهلال بعد ما عرف إنه النصر رفع أوراقه في يوم 3/1 لجنة الاحتراف بتوثيق العقد. كيف عرف؟ إنه وقع مع النصر، لأنه في الفترة المحمية، مو لازم. متى عرف؟ في 7/1 راح وقع مع الهلال بعد ما توثق النصر عقده. طيب بس هو كيف يعرف انه النصر وثق عقده؟ هل يجيه اشعار من لجنه الاحتراف؟ اكيد الهلال اكيد ما اعرف يجي له اشعار. طيب كيف انت تقول اكيد عارف. بعد 4 أيام اعلن الهلال انه وقع. انا ما اقول لك الهلال مثلا، انا ترى على فكره ماني قاعد ابرر الهلال، الهلال ممكن يكونوا وقعون زي ما قلت انا قبل شوي، ممكن يكونوا وقعوا وهم عارفين انه كانوا موقع وقالوا يلا نتحمل اللي بيصير. بس اللي أقصده اللاعب لاعب مباراة السوبر. طيب كيف أعرف إنه وقع؟ لا ما كيسة كيف أعرف؟ أكيد اللاعب الوكيل الأعمال حقه أكيد قال أرسل للهلال إيميل أني وقع. يعني 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 عدم أقول ما ذكر في القرارات يا عيد. هي قرارات إيش؟ اليوم ما هذا ضمنه، هذا مو فيصل انه ارسل له اشعارات ايميلات. طيب شباب ممكن خلي بس ابو ركان يكمل، لانه ما حد قاطعكم وانتم تقولوا اراءكم. ابو ركان عدم علمك بالتوقيع مو معناته انه عطر رايك بدون نقاش مع اي احد، كل واحد فيهم قال رايه. طيب احنا نبغى نسمع رايك. اوكي انا رايي انه الهلال وضع نفسه في هذه النقطه وتحمل، حتى لو كان عارف انه وقع عقده يقول لك انا اتحمل الخساره، يعني كني انا فاوض اللاعب، والهلال يعني ادى العقد بدل ما كان متفق معاه 7 مليون ولا 8 مليون في السنه، صار دفع 12 مليون ونص للنصر، لانه 7 مليون ونص ترجع من محمد كانو كمقدم عقد،
والهلال يدفع الغرامة بقية المبلغ اللي هي حوالي 12 مليون قصور لأنه فصلوها ب 20 مليون. فدفع حيدفع 12 مليون ونص وحيدفع قيمة عقد محمد كنو الجديد، يعني يمكن دفع له 20 مليون. هو لو من الأساس يبغاه كان وقع قبل ما يخش فترة المحمية ودفع له السبعة ولا الثمانية مليون، أحسن ما كان دفع له 20 مليون اللي هي تعتبر عقد اللاعب الجديد للنصر. إذن الهلال يتحمل خطأ ماديا، اللاعب أخطأ ما أخطأ هذا قصة ورد المبلغ لجاء، اللاعب خطأه أخذ 4 شهور توقيف، الهلال أخطأ دفع حوالي أكثر من 20 مليون، قدم عقد للاعب بالعقد الجديد زائد الغرامة اللي فرضت عليه تضامنيا مع هذا. إذن لجنة التحكيم الهلال يستنكر بالإجراء، يعني حتى محاميهم في بيانهم يستنكر في الإجراءات وفي التأخير وفي التقديم وكان إنه المشكلة، يعني هذا كلام إجرائي، لكن الخطأ القانوني أنت وقعت فيه وأنت عارف نتيجته، ترى الهلال دخل اللعبة هو عارف إيش النتيجة، لذلك انتهت القضية، المفروض خلص تقفل محمد بعد 4 شهور يلعب أو يغلق مدة 4 شهور ويكمل مع الهلال كلاعبه، والنصر كسب قضيته، كسب مبلغ، أخذ غرامته 27 مليون، انتهت القضية على هذا. قانونيا ما فيها أي خلاف قانوني لأنها متسلسلة بإجراءاتها وبشهودها وبتوقيعها واعترافه في توقيع لاعب يقول والله أنا وقعت على ورقة بيضاء، هذا كلام القانون لا يغفل، يعني لا يعفي الجهل في الإجراءات، أنت جاهل في الإجراءات تتحمل خطأ. القضية النصر أخذ حقه، كسب قضية قانونيا ولكن خسر اللاعب، الهلال استرجع لاعبه فقط. طيب قرار صدر كمان باليومين اللي راحت بس ما كان في وقت نغطي، تعرف كانت الأحداث عندنا كثيرة والمواضيع الكثيرة. اليوم موضوع اللاعب المنتخب السعودي للفئات السنية الشنقيطي، نشوف التقرير يتحدث عن القضية. إذ لو كان اللاعب مصابا فكيف يمنح إجازة ليتوجه إلى مدينة أخرى ولا يخضع للعلاج في النادي؟ هكذا صاغت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في البيان الذي كان بطله اللاعب مهند الشنقيطي لاعب نادي الاتحاد وعدة أطراف. القصة كانت في 27 لشهر مايو الفائت عندما تم استدعاء لاعب نادي الاتحاد مهند الشنقيطي لتمثيل المنتخب السعودي تحت 23 عاماً للمشاركة في بطولة آسيا خلال الفترة من 29 من مايو وحتى 20 من يونيو في دولة أوزبكستان. الثانية فجراً وفي 30 من مايو ورد للاتحاد السعودي لكرة القدم خطاباً من نادي اتحاد جدة يفيد بأن اللاعب تعرض لإصابة في مباراة الطائف 29 من مايو أي الليلة الفائتة ويشعر بألم حاد في فخذه الأيسر، لذا فإن الجهاز الطبي للنادي يوصي براحة علاجية للاعب. ثم انهالت الرسائل الهاتفية بين إداري نادي اتحاد جدة إلى إداري المنتخب ومن طبيب النادي إلى طبيب المنتخب، وكان رد إداري المنتخب الأولمبي بضرورة حضور اللاعب وتقييم حالته من قبل طبيب المنتخب. 31 من مايو أي بعد يوم من تجمع لاعب المنتخب قبيل السفر، اللاعب وكما هو في البيان أجرى أشعة الإماراي التي كانت الفاصلة في الحقيقة، حيث ظهر التقرير المرسل لطبيب المنتخب لا توجد إصابة عضلية حسب نتائج التقرير. 21 من يوليو مكنت لجنة الاحتراف نادي اتحاد جدة وإداري الفريق الأول واللاعب من حق الدفاع عن أنفسهم من خلال عقد جلسات استماع. إذن
الموضوع بحمله وجمله يحال للجنة الطبية التي ردت في 27 أغسطس الجاري بعد طلب اللجنة بالإيضاح. وفي البيان كتب: انتفاء وجود أي إصابة للاعب، كما ورد في تقرير أشعة الرنين المغناطيسي التي أجراها اللاعب في المدينة المنورة في 31 من مايو. 28 أغسطس، أصدرت لجنة الاحتراف عقوبات تصاعدت أصداؤها في السوشيال ميديا في الأوساط الرياضية السعودية، وكانت إيقاف اللاعب مهند بن مصطفى الشنقيطي لمدة 2 اعتباراً من تاريخ صدور القرار، فرض غرامة مالية على نادي الاتحاد قدرها 300,000 ريال سعودي. الموعد الزمني للسداد هو 30 يوماً اعتباراً من تاريخ القرار. قرار نهائي غير قابل للاستئناف. كتب بالإيضاح التام في بيان. ديسمبر القادم. ابو فيصل، تعليق قبل ما اروح الفاصل. والله شوف، قضيه يعني الواضحه، الايضاحات اللي صدرت مع القرار كافيه يعني وشافيه، يعني في القرار ما اكتفوا بالايقاع العقوبه للاعب فقط، لا، اوضحوا لك كل حتى التسلسل الزمني للقضيه، وضحوا لك حتى الرسائل الهاتفيه والرسائل النصيه اللي وردت بين الاتحاد وبين إدارة المنتخب، وضحوا لك الأشعة الرنين اللي وصلت لإدارة المنتخب واللي أثبتت عدم إصابة اللاعب، وضحوا لك أنه طلب الاستدعاء اللي تم للاعب لإجراء كشف الطبي لدى الجهاز الطبي في المنتخب وعدم حضور اللاعب، يعني كانت واضحة تماما حقيقة أنه فعلا يعني في مشكلة إدارية، يمكن هي اللي أيضا تسببت في يمكن في قضية حمد الله، نفس الحكاية اللي هي الجهاز الإداري، ويعني بكل صراحة كان طرفها كلها يعني إبراهيم البلوي في كلتا حامد البلوي في كلتا القضيتين، لأنهم هنا ذكر بالأسماء يعني كل ما حدث. أنا اللاعب يعني حقيقة رغم الخطأ الكبير اللي وقع فيه، لكن صغر يمكن سن اللاعب أيضا اللي هو رغبة الجهاز الإداري أو المسؤولين أو محاولة إقناعه بعدم انضمام المنتخب، هذه ممكن على الأقل بالنسبة لي أنا تخفف المسألة صغر سن اللاعب، لكن المسألة فعلا كبيرة من ناحية أنه يعني عدم انضمام المنتخب الوطن، عدم يعني المسارة، هذا أمر كبير جدا، لكن صغر سن اللاعب أعتقد أنه يمكن هذا مبرر أنه غرر فيه حقيقة، وأنه يمكن القرار ما كان قراره وحده وكان تم إقناعه، ويمكن هذا اللي حدث، لأنه شفنا الرسائل اللي ذكر البيان لجنة الاحتراف ذكرها بالتفصيل، التواصل اللي تم مع طبيب الاتحاد، وطبيب الاتحاد يذكر أن اللاعب مصاب وأنه ووضح النوع الإصابة، أيضا المراسلات اللي تمت مع الجهاز الإداري في الاتحاد وأيضا أثبتوا ذلك، فواضح أنه اللاعب غرر فيه، لكن في النهاية لابد من تطبيق يعني الأنظمة والعقوبات، أعتقد أنها عقوبة مستحقة. هذه ثاني مخالفة على الاتحاد بسبب الجهاز الإداري. بسبب إداري. فاصل قصير بعد هنا. أهلا بكم مشاهدي الكرام في الجزء الأخير من الحلقة، وصلنا للختام، نشكر ضيوفنا الأعزاء، نودعكم بتقديمة لمباريات الغد، ونلتقيكم غدا في أمان الله. تنطلق مساء غد الأربعاء منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين بإقامة مباراتين، حيث يلتقي فريقا الباطن والفتح على أرض ملعب نادي الباطن بحفر الباطن عند 6:55 مساء. فريق الباطن يتواجد في المركز 15 برصيد خال من النقاط، بينما يأتي الفتح في المرتبة 13 ودون نقاط أيضا. وكان الباطن قد خسر لقاءه الافتتاحي أمام الشباب في الرياض ب3 أهداف دون رد،
أما الفتح فخسر على أرضه من التعاون بهدفين دون رد. في الجانب الفني يقود الدفة التدريبية في الباطن المدرب الكرواتي ألين هورفات، فيما يتولى إدارة الفتح الفنية اليوناني دونيس، وكلا المدربين قد تعرض للخسارة في المرحلة الأولى. السماوي يعيش ظروفا صعبة لعدم قدرته على تسجيل اللاعبين في الميركاتو الصيفي بسبب عدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية. أما النموذجي فقد اجتمع اليوناني دونيس باللاعبين وشرح لهم أخطاء مواجهة التعاون التي تسببت في الخسارة. آخر لقاء جمع الطرفين كان في العام الماضي في الأحساء لحساب الجولة 19، ويومها كسب الباطن المباراة بثلاثة أهداف لهدفين. في اللقاء الثاني يستقبل الهلال شقيقه الفيحاء على أرض استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض عند الساعة 9 مساء. فريق الهلال يتواجد في المقعد الثالث على لائحة الترتيب بثلاث نقاط، بينما يأتي الفيحاء في المركز 11 دون نقاط. وكان الهلال في الأسبوع الماضي قد عاد من الدمام محملا بالنقاط الثلاث بعد انتصاره على الخليج بهدفين دون رد. أما الفيحاء فقد أخفق على أرضه أمام ضمك وخرج خاسرا بهدف دون رد. فنيا يقود الدفة في الهلال الأرجنتيني رامون دياز، فيما يتولى الصربي فوك راسوفيتش الإدارة الفنية للفيحاء. الهلال يطمح لاستمرار الانتصارات بتحقيق المكسب الثاني على التوالي، وقد شهدت التدريبات الأخيرة للفريق مشاركة ميشيل دالجادو تحسبا لدخوله قائمة الفريق في لقاء الغد. في الجانب الآخر يحاول الفيحاء تعويض إخفاق البدايات ولو كان ذلك على حساب بطل الدوري. وقد أنهت إدارة الفريق خلال الأيام الماضية التعاقد مع الجناح النيجيري أنتوني نوايكايني والمهاجم الصربي ميلان بافكوف. آخر لقاء جمع الفريقين في بطولة الدوري كان في القسم الثاني من العام الماضي، وكسبه الفيحاء في المجمعة بهدف دون رد.